في عندنا أول حاجة هتكلم عن وصفة النجاح المثلى اللي الناس اتبعوها في كل المجالات، الدعوة، الرياضة، الفن، السياسة، الإعلام، في أي مجال هتلاقي إنه الناجحين عندهم وصفة وخطوات بيمشوا عليها. فإذا أنت اتبعت الخطوات هذه راح توصل للنتيجة اللي أنت تبغاها بإذن الله. أول حاجة في وصفة النجاح المثلى بتقول لك تحديد الهدف، يجب أن تعرف ما تريد. صعب أن تصيف هدف لا تعرف ما هو، فيجب إنه يكون عندك وضوح. يقول لك الوضوح قوة، ولما توضح هدفك في جزء في الدماغ عندك يسموه RAS اللي هو Reticular Activating System، نظام تنشيط الشبكي، اللي هو الرادار اللي بيكون موجود معانا بشكل مستمر، اللي بيعطيك إشارة إنه هذه الأشياء مرتبطة بهدفك ويخليك تكون متيقظ لها. مثال: ما في مرة نويت تشتري جوال أو تشتري سيارة أو تشتري ملابس، فجأة شفت نفس الموديل أو نفس السيارة في كل مكان حواليك، في الشارع وفي المحلات وزي كذا. مين مر بموقف زي كذا؟ ما هدفهم إنهم يحرقوا أعصابك، هي كانت موجودة بس أنت ما كنت بتركز عليها. لما أنت حطيتها كهدف وإنك أنت تبغاها، بدأ الرادار هذا يعطيك إشارة. فوضوح الأهداف حيخلي الرادار هذا شغال معك باستمرار، بحيث إنه كل ما تشوف شيء له علاقة بهدفك راح يعطيك إشارة ويقول لك هذا الشيء مرتبط بهدفي، فيركز هنا، هذا الشيء له علاقة باللي أنا أبغاه، فحط تفكيرك هنا أو تركيزك هنا. فكل ما وضحت أهدافي كل ما اشتغل معايا هذا الرادار بحيث إنه هو يوضح لي أنا أي حاجة مرتبطة بالهدف تكون في مناسبة اجتماعية، في عزومة، وفجأة ناس بتتكلم في موضوع وانت بإذنك تسمع حاجة لها علاقة، أوف، وتدخل في الهرجة وتدخل في الموضوع وتستفيد. تتصفح الجريدة انت ما بتقراها من الجلدة للجلدة، فجأة عينك تقع على خبر له علاقة فيك انت أو بالبزنس تبعك أو بشغلك، انه يهمك هذا الموضوع. فيبدأ الرادار هذا يشتغل معاك، كل ما كان معاك وضوح نحو الهدف انت كده تجاوزت كثير من الناس اللي ماشية ما هي عارفة وين رايحة، ماشي مع الخيل يا شقرة. فأنت كده حتكون على قمة 90% من الناس اللي ماشي على غير هدى. عندك هدف واضح، إذا ما كان عندك دوافع قوية، وهذه الخطوة الثانية اللي هو لماذا تريد هذا الهدف، الأسباب، الأسباب اللي هي بالألم والمتعة، الجنة والنار. إذا حققت هذا الهدف وش راح يصير، وإذا ما راح حققت هذا الهدف وش راح أخسر. فهنا الدوافع بتلعب دور كبير جدا، وكل ما كانت الدوافع موجودة كل ما عطتنا البنزين. عارف الواحد ممكن يتنازل عن هدفه انه هو ينسحب لما ما يكون عنده دوافع واضحة، لكن لما عندك دوافع كل ما تزيد التحديات، بس عندك دوافع بتدفعك، بتخليك مسحوب زي ما يقولوا، it's pulling you، وبتدفعك كمان ومدفوع. فمسحوب ومدفوع بالألم وبالمتعة، بالجزرة والعصا والجنة والنار، نحتاج إلى دوافع كبيرة تخلينا نواصل. فهذه الخطوة الثانية اللي هي الدوافع. بعدين عندنا الخطوة الثالثة اللي هي القيام بالفعل الهائل الذكي. ما نبي يعني نكتفي فقط بالكلام الكلام الكلام من غير التنفيذ ومن غير التطبيق. فtaking massive action، الحسم من خلال اتخاذ افعال هائله وكبيره، هذه الخطوه الثالثه اللي بيعملوها كل الناجحين. وعندهم حاجه مهمه بيعملوها، انه بيشغلوا قرون الاستشعار، بمعنى بيلاحظ هل يا ترى افعالي هذه بتوصلني الى ما اريد. فهذه الشغله والقضيه هذه يسموها رهافه الحس، انه يكون عنده sensory acuity، وهذه من مؤشرات الذكاء على فكرة. الذكاء بيقول لك هو عدد الفروقات وجودتها التي تستطيع الاتيان بها في موقف معين أو في تجربة معينة. بمعنى لو أخذناك وديناك الأسكيمو، هو عند البلد اللي فيه زي ما يقولوا الثلج ودرجة الحرارة 50 و60 تحت الصفر، في تلك البيئة أنت جاي من بيئة صحراوية ما تعرف غير اسم واحد، ثلج، ما في غيره، ثلج. هم عندهم في أنواع مختلفة من أسماء الثلج، اللي هي مثلا هذا الثلج اللي ينفع ينبني فيه بيوت، وهذا اللي ما ينفع ينبني فيه، هذا اللي ينفع يتاكل وهذا اللي ما ينفع يتاكل، هذا اللي ينفع ينشرب وهذا اللي ما ينفع ينشرب، هذا اللي تمشي عليه وهذا اللي ما تمشي عليه. عندهم مسميات يميزوها، وهذا اللي أبعد عنه اللي هو يكون لونه أصفر انتبه منه، هذا اللون أصفر يكون الله يكرمكم بول متجمد، يعني حتى البول المتجمد مسمينه اسم كمان. طبعا أنت لو رحت هناك والله ما أنت داري تشوفه ثلج، هي ثلج، ما انت عارف المصيبة. فالفكرة في تلك البيئة اللي يقدر يتخذ قرارات أكثر ذكاء ويعمل فروقات أكثر، الشخص اللي عنده معلومات أكثر. فعشان كذا يعني لو جيت أخذت واحد منهم وجبته عندنا هنا في البيئة الصحراوية، على العكس حيحصل. فكل ما كان عندك فروقات أكثر كل ما اتخذت قرارات أفضل. هنا نحتاج أن احنا نشغل رهافة الحس أو قرون الاستشعار اللي عندنا عشان نلاحظ يا ترى اللي بيصير هذا بيوصلني لهدفي ولا لا. انتبه أنا، ما في أوقات واحد كان بيكلمك وانت كنت مؤدب وطفشان في نفس الوقت، فقاعد تبتسم فهو فسر ابتسامك انه انت مستمتع بالكلام، فاستمر وزاد وانت طفشان. طيب
فهو حاسك مستمتع فأستمر في الموضوع هذا. كم واحد مر بموقف شبه كذا؟ ساعتها صاحبنا هذا كان فاقد رهافة الحس تبعه. وعلى فكرة أنت عملت كذا مع ناس في أيام أيضا، مش بس تعمل فيك، أنت عملتها مع البعض. يومتها رهافة الحس بتكون مضروبة. الأولاد الصغار فنانين في الموضوع هذا، يجي مثلا يعرف متى يختار، متى يطلب من أبوه ولا أمه. بالفطرة لما يشوف أبوه مثلا مبسوط وفرحان، بابا، الولد أبوه مثلا يرد عليه ها، ويبدأ أبا منك كذا 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 كذا، ويبدأ لأنه شايف أبوه رايق اليوم. وأتخيل مثلا في يوم يجي الولد يقول بابا، الأبو يقول نعم، لا ولا شيء، حبيت أسلم عليك، باي. يعرف لأنه مشغل رهافة الحس، قرون الاستشعار، عشان يعرف متى يطلب ومتى ما يطلب. خاصة اللي قالت ماكينة ATM متحركة، تعرف متى تسحب ومتى ما تسحب، ها؟ صح؟ إذن الخطوة الرابعة اللي هي رهافة الحس، ألاحظ هل أفعالي وسلوكياتي بتوصلني لهدفي ولا لا. وآخر خطوة اللي هي المرونة، القدرة على التغيير. لما يكون عندك القدرة على التغيير، لما أفعالك ما بتوصلك إلى ما تريد، في البعض يكونوا زي الديناصورات جامدين ما بيتغيروا، وفي البعض عندهم المرونة على التغيير والمرونة على أنه هو يستمر. كم مرة حنسمح للأطفال الصغار أنهم يمشوا ألين ما نقول لهم أنتوا استهلكتوا الحد الائتماني من محاولاتكم في المشي وخلاص، وحنفصل الفيش وما نسمح لكم أنكم تحاولوا؟ كم مرة الولد بيطيح ويقوم ويطيح ويقوم ويطيح ويقوم ألين؟ إذن هذه الوصفة السحرية. إذن في المرونة في التغيير، عشان كده لا غرابة إنه كل الناس بتمشي، لأنه ما حد منعها من المحاولة. لكن لما نصير ككبار ما نبغى نتفشل قدام الآخرين. فإذن هذا ملخص بشكل سريع لوصفة النجاح المثلى، وبتقول لك إنه أول حاجة اعرف ما تريد، حدد هدفك، خلي عندك أسباب دافعة قوية، القيام بالفعل الهائل الذكي، ورهافة الحس إنه هل الفعل اللي هو في الخطوة رقم 3 بيوصلني للهدف اللي هو في الخطوة رقم 1؟ إذا كان إيوة استمر، وإذا كان ما بيوصلني إنه أنا أبدأ أغير، ويكون عندي المرونة لأنه أوجد شيء آخر. كل الناجحين بيعملوا نفس الموضوع هذا. وعلى فكرة الهدف بنسأل عنه دائما بماذا، What do you want. الدافع بنسأل عنه بلماذا، Why you want it. والقيام بالفعل الهائل الذكي بنسأل عنه بالكيف، ماذا ولماذا وكيف. إذن ملك، ملك، ماذا ولماذا وكيف. ولو تيجي تفكر فيها حتى الحروف نفسها، كلمة هدف وتبى تحقق أهدافك، فكك الحروف، حرف الهاء يرمز إلى، تتوقع إيش؟ همة. هو ما هو همة، هو هدف برضو، يعني بنأكد لازم يكون عندك هدف. الدال دافع، والفاء فعل، هاء ودال وفاء. فيكون عندك هدف واضح، يكون عندك دوافع قوية، ويكون عندك الفعل عشان توصل وتحقق أهدافك. وعلى فكرة حتى لما نيجي نشوفها بالإنجليزي Massive Action Plan اللي هو القيام بالفعل الهائل الذكي، MAP اللي هي الخريطة، خارطة الطريق اللي راح توصلني إلى ما أريد. الماب والخريطة للريزولتس والنتيجة اللي أنا أبغاها، خذها في كل المجالات، حتلاقي الخطوات الخمسة معك. دعوة، رياضة، فن، سياسة، إعلام، بزنس، اقتصاد، كل المجالات تلاقي أنهم بيمشوا على نفس الخطوات. الناجحين عارفين إيش يبغوا وليش يبغى، بيقوم بالفعل الهائل الذكي، وبيبدأ يلاحظ يا ترى، وبيعمل قياسات ويعمل تقييمات ويعمل evaluation، وعنده المرونة للتغيير وإعادة الهندسة وإعادة الترتيب وإعادة تنظيم الأوراق وإعادة ترتيب الصفوف، وإنه هو يرجع يضبط أموره من جديد ألين ما يوصل لهدفه. خليك ملتزم بالنتيجة، خلي عندك مرونة في الطريقة، خلي عندك التزام في الهدف، ولكن عندك مرونة في الطرق اللي انت بتستخدمها نحو تحقيق هذا الهدف. وصلت؟ هذه وصفة النجاح المثلى.